يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه، حياكم الله، منورين يا حبايب. اول مراجعه وانطباع لفصول مانجا ون بيس، وراح نبداها مع الفصل 1082. بعد سنوات كثيره الله المستعان، نصيبي نصيبي يا اخوان نصيبي، اجيكم متاخر بس على الاقل وصلت قبل نهايه ون بيس. صراحه تمنيت اني ابدا مراجعه الفصول على فصل اقوى من كذا، بس معليش الجيات اكثر ان شاء الله. بس مش معناته انه فصل 1082 مش قوي، لا والله فصل جميل جدا واعطانا فرصه لتحليل امور كثيرة مهمة، وبناخذها واحدة واحدة ان شاء الله في فيديو اليوم. عموما ما راح اكثر عليك كلامي عزيزي الوجيه، وبحكم انه هذا اول انطباع مانجا في قناتي، اتمنى تدعمون الفيديو بلايك لو عجبكم علشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين والمهتمين، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات. تعالوا تابعوني على تويتش، عندنا انطباعات اسبوعية هناك، وكمان عندنا جدول لانميات كثيرة راح نتابعها مع بعض، وكمان قناة الالعاب ومواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء ذكرته راح تلاقوه في صندوق الوصف. غير كذا اربط لي حزامك عزيزي القرصان، وافتح اشرعة سفينة وتعال نبحر ونسولف في الفصل رقم 1082 من مانجا ون بيس. طيب يا جماعة، قبل كم فصل سمعنا بنقابة الصليب اللي أسسها كروكودايل وميهوك، ولبطوا معاهم فيها المحظوظ ابن المحظوظة باقي. وعلشان أكون صادق معاكم يا جماعة، في البداية ما كنت أعتقد أنه النقابة هذه بتكون خطيرة، أو على الأقل ما جاء في بالي أنه أثرها راح يظهر بهذه السرعة. ميهوك وكروكودايل بعد غدرة البحرية بتشيبوكاي قالوا أوكي الموضوع صار كذا سبهلة، لو غدرة متى محتاجونا نادونا، ولما لقوا بديل لنا قرروا يقتلونا. أحا. وفي الواقع يعني، وبغض النظر عن خير ولا شر، إلغاء نظام تشيبوكاي والانقلاب عليهم حاجة مرة تقهر ومتوقع لها ردة فعل. يعني بالله تخيل انك قرصان في البحر وجاتك الفرصة انك تصير تشيبوكاي، وينادونك البحرية في عز حاجتهم، على سبيل المثال في المارين فورد، توقف معاهم وتقاتل وتعرض حياتك للخطر، وفجأة بعد فترة تلاقيهم محضرين عند باب بيتك يبغون يقتلونك. غدرة وسخة. انا سبق وتكلمت عن موضوع العدالة الملوثة حق البحرية، وما يحتاج نخوض في الموضوع بشكل مفصل من جديد، بس ايش الفكرة يا بحرية انك ترفع شعارات العدالة وتتحالف مع مجرمين وقراصنة علشان يحققون لك هذه العدالة؟ عدالة ملوثة يا ساتر. حتى فيجيتورا كان يرفض أصلا نظام تشيبوكاي لأنه فعليا نقطة سوداء جدا في شعار العدالة اللي ترفع البحرية. عموما نظام تشيبوكاي سقط، وعلى إثر سقوطه ميهوك وكروكودايل عملوا نقابة الصليب. ومثل ما البحرية تحط مكافآت على رؤوس القراصنة، النقابة هذه كمان تحط مكافآت ولكن على رؤوس البحرية. وأعتقد إنه هذا أذكى وأكثر طريقة عبقرية لمحاربة البحرية. حتى سينجكو في فصل اليوم كان يقول أصبحنا نتجرع مرارة الغدر من المواطنين الذين أقسمنا على حمايتهم. وكلام زي كذا يوريك قد إيش خطة ميهوك وكروكودايل في تأسيس نقابة صليب تحارب البحرية وتضع مكافآت على رؤوسهم كانت ضربة جدا قاسية ورد ما حد كان متوقعه أبدا. البحرية زمان كانت تخاف بس من القراصنة والمجرمين، ولكن الآن وبعد نظام نقابة الصليب صار خوفهم من كل شيء حوالينهم، حتى المواطن الضعيف والغلبان قد ينقلب على البحرية. لأنه ليش لا؟ شفنا الشايب الغلبان العجوز هذاك اللي الفقر لعب في حسبته لعب في فصل اليوم، قرر انه يقتل نائب الادميرال تيبون، ومش لغرض تحقيق عدالة ولا لغرض انتقام، لا بس علشان ياخذ فلوس ويأكل عائلته ويملأ بطونهم. علي بن ابي طالب رضي الله عنه يا جماعة قال لو كان الفقر رجلا لقتلته، لان الفقر مش بس يخلي حياتك جحيم، برضو ممكن يؤثر على مبادئك ويعمي بصيرتك. وشفنا الشايب اليوم الفقير ايش سوى، باع قضيته وقتل حماته علشان الفلوس. وهنا يا جماعة يتجلى أمامنا خطر نقابة الصليب بشكل واضح. البحرية الآن صار عندهم فوق الهم همين، هم القراصنة وهم إنه يغدر فيهم أي مواطن وأي إنسان. فقرار إلغاء نظام تشيبوكاي في العالم بقدر ما إنه فعلا راح يعطي البحرية وعدالتها شكل أنظف وتطبيق أقرب إلى العدالة الأخلاقية، إلا إنه كمان جاب لهم مصيبة جديدة وكارثة جديدة اسمها نقابة الصليب. وعلى قولتهم لكل فعل ردة فعل. تلغي نظام تشيبوكاي وتلاحقني، هيا الحين أنا أخلي شعبك ومواطنينك يلاحقونك أنت وبحريتك. خطة خطيرة وبدأت تجيب أثرها بسرعة ما كنت متوقعها أبدا، أو لأني متعود على بطء الأحداث في الأنمي، الله أعلم. المصيبة وين؟ إن اللي شايل الليلة هذه كلها وحاطينه قدام وجه المدفع
ما هو كروكودايل ولا حتى ميهوك، بل المحشش والضايع في البحر. باقي يا جماعة بقد ما هو محظوظ، وبقد ما انه الحياة جالسة تسوق وسوق لأعلى المناصب، إلا انه في نفس الوقت كمان منحوس وحظه قاعد يسوقه لأسوأ الأوضاع. تبتسم له الحياة من جهة وتعطيه كف من جهة ثانية. يعني بالله تخيلوا، باقي المحظوظ راح مع روجر وقابل أودين واللحية وكلها جات كذا بالبركة، حتى فاكهته لما أكلها لو فاكرين أكلها بالغلط كذا خرش شانك وبلعها، ولما بقي خطوتين للون بيس مرض حظه منحوس، نزل للبحر بعدين وصار قرصان مشهور ورجع وانسجن في الإمبل داون، وبعدها خرج من السجن وحضر المارين فورد، لا وكمان نجا فيها، بعدها صار تشيبوكاي، وبعدها صار يونكو، والحين في الصورة هو كمان رئيس نقابة الصليب، وكل هذه الحاجات قاعدة تصير معاه بالحظ. لا يكون فاكهة اسمها فاكهة الحظ وإحنا نحسبها فاكهة التقطيع زي فاكهة لوفي المطاط وطلعت فاكهة نيكا. المهم يا جماعة، إذا باقي ما هو أكثر إنسان محظوظ في عالم ون بيس، أنا ما أعرف وش يكون. يعني طبيعي جدا يا جماعة لو بكرة لوفي وصل للون بيس، ما أستبعد إنه باقي يوصل مع لوفي للافتيل في نفس الوقت كده بالصدفة، مو بالتعب ولا بالاجتهاد، فجأة يلقى نفسه كده في الافتيل. ها أنا وين؟ أنا في الافتيل والون بيس قدامي. وفي نفس اللحظة يجي مورغان ويقول نعلن اليوم لكم ملك القراصنة الجديد باقي، القرصان الوحيد الذي تمكن من الوصول للون بيس بعد روجر. مرة طبيعي، والله مرة طبيعي النظرية هذه أو الافتراض الكوميدي هذا، قال واحد من المشرفين عندي اسمه عادل الله يعطيه العافية. عموما يا جماعة نرجع لموضوعنا، الآن المواطنين الفقراء واللي أنفسهم ضعيفة صار عندهم فرصة سريعة للثراء، اقتل أحد أعضاء البحرية وتعال شيل الفلوس إيزي. فالبحرية يا جماعة الآن في وضع جدا جدا سيء مع نقابة الصليب، واضح انه راح تكون في حرب كبيره ضدهم مستقبلا. اعلمكم حاجه علشان اوريكم قد ايش ممكن يكون فعلا محظوظ هذا الكلب باقي، ميهوك وكروكودايل هم اللي راح يتورطوا في الحرب هذه، وباقي راح ينجو ويهرب. وتذكروا كلامي. عموما يا جماعه ميهوك وكروكودايل مبسوطين مره الحين، ترى باقي شايل الليله كلها وهو الراس الكبير لهذه المنظمه في نظر البحريه، لو كمان عملوا سفينه خاصه لنقابه الصليب، ولسوء حظ باقي انهم حطوا راسه على مقدمتها. ما قلت لكم انه اكثر انسان محظوظ وتعيس في نفس الوقت؟ عموما نرجع مره ثانيه، الان ميهوك وكروكودايل حسوا بالخطر وقرروا انهم لازم يتخذون لنقابه الصليب مقر جديد، ومش مجرد مقر، يفترض وان صحت الترجمه انهم يبغون يبنون دولة كاملة وبحماية عسكرية قوية، بحيث حتى البحرية لو قررت تهاجمهم تفكر مليون مرة. ولكن حاجة زي كذا يا جماعة تتطلب فلوس كثيرة مرة، انت حتبني دولة ما راح تبني سفينة، فكيف نقابة الصليب تجيب فلوس كثيرة زي كذا؟ الله اعلم، لانهم اصلا جالسين يصرفون فلوس للناس مقابل رؤوس البحريه. فايش بيصير ما ندري، ننتظر ونشوف. لان وسط كلامهم عن بناء دوله ومدري ايش ونحتاج فلوس، قاطعهم هنا باقي التعيس والمحظوظ، وقال كلام مره مهم ويمكن يكشف لنا اشياء كثير. اول حاجه يا جماعه اكتشفنا انه شانكس بعد موت روجر ما عاد صار مهتم في الون بيس ولافتيل بشكل عام، او على الاقل مثل ما قال شانكس بعد اعدام روجر، لا نيه لي بالوصول الى لافتيل في الوقت الحالي. لاحظوا انه كلام شانكس كان قبل 24 سنة، يعني مرة زمان. فهل شانكس فعلا ما زال غير مهتم في الوصول للون بيس، ولا غير رأيه وناوي يوصل للون بيس؟ لانه لو فاكرين قبل كم فصل شانكس قال بصريح العبارة انا الاوان لانتزاع الون بيس. هيركز معايا يا عزيزي الوجيه في كلام شانكس هذا، لانه مرة مهم، لانه الكلام اللي قاله شانكس هنا وبعد ما عرفنا ايش قال لباقي عن عدم اهتمامه بالوصول للافتيل، راح يحطنا امام خيارين لا ثالث لهما. الخيار الاول بسيط وما هو معقد جدا، انه شانكس فعلا قرر انه يتوجه للافتيل وغير رأيه القديم بسبب او بدون سبب، ما يفرق، كان مو مهتم بالافتيل زمان وفجأة غير رأيه وصار مهتم. هذا الخيار الأول، وهذا الخيار بالنسبة لي مستبعد تماما، لأنه لو شانكس يبغى يوصل للافتيل أعتقد أنه كان وصل من زمان. ولكن كل تصرفات شانكس تقول أنه مو مهتم بالوصول للافتيل أصلا، شانكس عنده أهداف ثانية أهم وأكبر، وهذا ياخذنا للخيار رقم 2. الخيار رقم 2 واللي أرجحه بشكل أكبر يا جماعة، وأنه شانكس يبغى لوفي بالتحديد هو اللي يوصل للافتيل،
ولا أحد غير لوفي. شانكس يبغى لوفي فقط، لوفي فقط، لوفي فقط هو اللي يوصل للافتيل. أحا إيش قاعد تقول يا وجي؟ حلو إنك سألت، هاي خليك معايا. باقي في حواره مع شانكس بعد إعدام روجر وش قال لما عرف إنه شانكس ما يبغى يروح للافتيل؟ قال الآتي: ألن تكون الشخص الذي سيحقق آمال روجر؟ آمال روجر؟ أها، وهنا مربط الفرس يا عزيزي القرصان. كلنا عارفين إن روجر لما وصل للافتيل صار عنده علم كثير، صار يعرف أشياء كثيرة عن العالم وتاريخ العالم وحكومة العالم، وكلنا نعرف من سياق القصة وسير أحداثها إن روجر مرة يثق في شانكس، ويمكن ثقة عمياء بعد. وإعطاء شانكس لقبعة القش أكبر دليل. قبعة القش مرة غالية على روجر، وتمثل الآن إرادة روجر. إرادة روجر راحت لمين؟ راحت لشانكس. والآن إرادة روجر وين وصلت؟ وصلت عند لوفي من شانكس اللي هي قبعة القش، هو مجرد رمزية زي ما قلنا. عموما روجر لما وصل للون بيس ما وصل لأنه الجوي بوي، وصل لأنه جزء من نبوة إعادة إحياء الجوي بوي، وجزء كامل من النبوة هذه مكتوبة وين؟ مكتوبة في لافتيل، وقد تكون بالتفصيل الممل كمان. والنبوة هذه كانت تعطي تلميحات واضحة إنه بعد سنوات معينة راح يظهر الجوي بوي من جديد، والجوي بوي ما راح يظهر إذا ما أحد ساعد في ظهوره. بمعنى آخر روجر عرف عن فاكهة نيكا أو فاكهة لوفي، وعرف إنه لازم الفاكهة هذه توصل للشخص المناسب، وربما كان في صفات معينة عن مين الشخص اللي لازم يأكل فاكهة نيكا. ويا عالم وش المعلومات الثانية اللي عرفها روجر في لافتيل؟ ولأنه روجر ما كان باقي له في الحياة شيء ويموت، وما قدر يكمل مهمة إعادة إحياء الجوي بوي، إيش راح عمل؟ أعطى شانكس كل المعلومات اللي شافها في لافتيل، وأعطاه النبوة بالتفصيل الممل لكيف يتم إعادة إحياء الجوي بوي. بل إنه روجر قال له إنه في فاكهة اسمها فاكهة المطاط، ولكنها مش فاكهة المطاط، إنما هي فاكهة نيكا. الفاكهة هذه لازم تحصل عليها، ومن ثم توصلها إلى طفل معين بصفات معينة. طبعا أكيد ما قال له روح للأزرق الشرقي على طول، لأنه كذا بتكون كتابة كسولة، لكنه قال له ابحث عن طفل فيه مواصفات كذا وكذا، والطفل هذا يفترض إنه يقول كذا وكذا، حلم له. وإذا تأكدت إنه هذا الطفل يحمل صفات الجوي بوي المنتظر، وصل له الفاكهة، ومو تروح تعطيه الفاكهة وتحطها وسط حلقه، لا، إذا الطفل هذا أكل فاكهة نيكا فهو الجوي بوي لا محالة، والفاكهة بإرادتها راح تكون هي اللي اختارته. وأعتقد والله أعلم إنه شانكس جلس يفر في البحر سنوات طويلة إلى أن وصل للأزرق الشرقي وقابل لوفي، وحتى لما قابل لوفي ما قال أوه هو هذا، لا، جلس معاه وأخذ وأعطى إلين تأكد إنه هو، وبعدين خلى الفاكهة هي اللي تقرر إذا ما كان هو الجوي بوي ولا لا. ولا بالله يا جماعة فكروا فيها، وش اللي يخلي شانكس يترك فاكهة بهذه الأهمية قريبة من طفل صغير؟ إلا لأنه يعرف إنه الفاكهة لها إرادة، وإن أكلها لوفي فهو الجوي بوي القادم لا محالة. وبالفعل أكلها لوفي وصار الجوي بوي حاليا بعد سنوات طويلة. طيب فاكرين يا جماعة لما شانكس انقطعت يده في البحر وش قال؟ أو إيش قال للحية البيضة لما سألوا ليش يدك انقطعت؟ قال راهنت بها على العصر الجديد. العصر الجديد هذا شيء قادم لا محالة، وهو جزء من النبوة اللي مكتوبة في لافتيل. أصدم عيشتكم بنظرية عيسى شوية. النبوة كانت تقول إن الشخص اللي راح يوصل فاكهة نيكا ويشهد ولادة الجوي بوي الجديد راح تحصل له حادثة معينة، وشانكس انقطعت يده لأنه انقطاع يده هو جزء من تحقيق النبوة. ولا بالله يفكروا فيها، كيف شخص بقوة شانكس تنقطع يده بسهولة؟ إلا لأنه شانكس انحط بوضع جدا سيء خلى يده تنقطع، بس ما يموت الجوي بوي، ما يموت الولد هذا. فكروا فيها، بتقولوا يا وجيه طيب ليش روجر ما وكل المهمة هذه لريلي؟ ريلي أقوى وأخبر وأجدر. يا سلام عليك، سؤال جدا جميل، هيركز معايا. فاكرين كلام روجر زمان مع بيدرو لما قال له لكل شخص دور؟ يا سلام، وبعدها بيدرو إيش سوى؟ ضحى بنفسه علشان ينقذ لوفي وطاقمه. فاكر؟ فاكر. هيا روجر بطريقة ما عرف إنه لازم يوصل للافتيل أصلاً، وصول روجر للافتيل لأنه كان قاعد يقوم بدوره، لأنه هذا دور لازم يسويه. وبعد ما وصل للافتيل وانتهى دوره صار يعطي لكل شخص دور معين بحيث يكملون إرادته أو نبوة إعادة إحياء الجوي بوي. ريلي ما وصل الفاكهة اللوفي لأنه هذا مش دوره، ولكن إيش كان دوره؟ دوره بعد ما شانكس يوصل الفاكهة اللوفي دربه لمدة سنتين كاملة وأحسن تدريبه. أقول لكم حاجة، روجر لسه ما خلص، روجر ميت بس لسه ما خلص. روجر قال لريلي في آخر لقاء بينهم إيش قال له؟
أنا لن أموت يا ريلي، ويقصد بكلامه إنه إرادته راح تظل عائشة، راح تظل على قيد الحياة، وكل شخص يحمل إرادة روجر ما زال يقدم دوره إلى الآن. هياخذ عندك يا عزيزي الوجيه هبدة نظيفة، هي هبدة بس نظيفة بإذن الله. صاحب الجرح الناري راح يكون من أتباع روجر، وراح يساعد لوفي في إنه يحصل على آخر رود بونغليف بحيث بعدها يوصل للافتيل. هيا خلينا نعيد على السريع. شانكس وصل الفاكهة وصنع الجوي بوي، ريلي درب لوفي وخلاه يصير أقوى، صاحب الجرح الناري راح يعطي لوفي آخر رود بونغليف، وإن ما أعطاه بشكل صريح ومباشر فصاحب الجرح الناري أعتقد والله أعلم إنه من أتباع روجر لا محالة. طيب تعالوا خلونا نرجع لشانكس. شانكس قال إنه آن الأوان لانتزاع الون بيس، صح؟ بس وش معنى هذا الكلام؟ معناته إنه شانكس بطريقة ما عرف إنه الجوي بوي استيقظ، وكلنا شفناه قريب من وانو، أو إنه حتى دخل وانو أصلاً، وعرف إنه النبوة بدأت تتحقق بشكل واضح وصريح. ولما قال آن الأوان لانتزاع الون بيس، معناته إنه شانكس شاف إنه قام بدوره بالشكل الصحيح. شانكس الآن لما قال لازم ننتزع الون بيس، يقصد إنه الآن يا لوفي أنت مستعد توصل للون بيس، لأنه الجوي بوي استيقظ، لأنه مو شانكس اللي المفروض يوصل للافتيل ولا أي قرصان آخر، اللي لازم يوصل للافتيل مثل ما قلنا وينتزع الون بيس هو لوفي. كيف الثقة بس وأنا أتكلم؟ كأنه شيء حتمي. أعلمكم حاجة جات ببالي الآن وأنا أتكلم. سبب ضحكة روجر وطاقم روجر في الافتيل كان بسبب إنهم عرفوا إن دورهم ما انتهى، وإن وصولهم للافتيل ما كان نهاية الرحلة بقدر ما إن وصولهم كان بداية تحقيق النبوة. وصل روجر وطاقم اللافتيل، اكتشفوا انه ما في كنوز، ما في ذهب، ما في مجوهرات، اكتشفوا انهم وصلوا الى مكان، ولكن المكان هذا ما كان ينتظرهم، ينتظر شخص اخر وهو الجوي بوي. وعندها ضحك روجر وضحك طاقم روجر. يقلع ام الثقة اللي انت قاعد تهرش فيها يا وجيه، اسكت يا شيخ، اعطينا شوية من ثقتك. سيبوني انا واثق، انا واثق، ما ادري ليش بس اهبد وانا واثق. والان ايش اللي صار يا جماعة؟ الجوي بوي عاد بعد 800 سنة اخيرا، وان كان في شيء مكتوب في لاف تيل وقرأه روجر راح يكون انه عودة الجوي بوي راح تعيد السلام والبهجة للعالم، وراح تقلب العالم رأسا على عقب، بحيث حكومة العالم وإيمو سما بدل ما يكونوا فوق يصيروا تحت. كيف بس تحرياته؟ وتصبح حكومة العالم من الماضي. تلخيصا لكلامي الطويل يا جماعة، روجر قال لشانكس اسحب على أم لافتيل، لا أنا ولا أنت، وصولهم للافتيل راح يكون شيء مهم، فقط الجوي بوي القادم هو اللي لازم يوصل للافتيل، ولا أي أحد ثاني، لا تيتش لا اللحية البيضة ولا أي أحد، اللي لازم يوصل لها الجوي بوي اللي هو لوفي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. أقول لكم حاجة، بحكم أني أحب شانكس وشبيح كبير له، شانكس واختلاطه بحكومة العالم ودخوله لهم بالعباءة برضه جزء من دوره اللي قاعد يقدمه علشان يتأكد أنه عملية إحياء الجوي بوي راح تتم بالشكل الصحيح ويخليه يوصل للافتيل. طيب يا جماعة، ما أعتقد صراحة أنه في شيء مهم بعد كده ذكر في الفصل، أو ما أعتقد في شيء يتطلب تحليل وكلام كثير زي اللي قلته قبل شوية، ولكن اللي تأكدنا منه في نهاية الفصل اليوم أنه سابو ما زال على قيد الحياة، وهذا أمر كنت متوقعه كثير من الناس متوقعينه، لأنه إيش اللي يخلي سابو يموت بهذه البساطة؟ مستحيل. ولكن علشان ما نطول في الكلام كثير يا جماعة، سابو كان برا الجزيرة أو بعيد عن الجزيرة وشافها وهي تتدمر وانسحب. الدمار اللي حل بجزيرة لولوشي يا جماعة ومحاها من الوجود، كلنا عارفين إنه نفس اللي صار لجزيرة جود فالي زمان، ولكن إيش الشيء اللي دمر جود فالي ولولوشي كذا؟ إيش القوة العجيبة اللي عندها القدرة إنها تمحي دولة كاملة من على الخريطة؟ هذا مش تحليلي اللي بقوله لكم، ولكن تحليل نص الناس اللي تابعوا ون بيس. اللي دمر لولوشيا مش إيمو سما، ولا أعتقد إنه في قوة بشرية ولا فاكهة شيطان تقدر تسوي كذا. إيمو سما فقط أعطى الأمر لسلاح معين في السماء، والسلاح هذا أطلق قذائفه ومحى جزيرة لولوشيا من على الوجود تماما. فإيش ممكن يكون هذا السلاح يا وجيه؟ مثل ما توقع الكثير برضو، مثل ما توقعت أنا، السلاح اللي ممكن يكون عنده القدرة على محو جزيرة كاملة من الوجود هو أحد الأسلحة العتيقة، أو السلاح أورانوس اللي للحين ما نعرف عنه أي شيء كثير. لأنه لو بتفكروا فيها، بوسيدون سلاح تحت البحر يتحكم بوحوش البحر أو ملوك البحر، بلوتون سفينة تطفو على البحر، أورانوس سلاح يطير فوق البحر. إيزي. بالله يا وجيه تتوقع أنه أودا كذا يعني مرة تافه لذي الدرجة تحليلاتك النايمة دي؟ وإيش أسوي يا عيال؟ هذا التحليل اللي قدامنا يا ساتر. وإن لم يكن السلاح اللي محل الجزيرة هو أورانوس، راح يكون سلاح بنفس قوة الأسلحة العتيقة صنعته حكومة العالم علشان تدفن مصائبها وتمنع تحقيق النبوة، ولكن مستحيل تكون قوة إيمو سما
هي اللي سوت كذا تماما. الكلام هذا قلته زمان أنا، ولكن راح أعيده لكم. من وجهة نظري إن إيموساما شخصية خالدة لا محالة، بل أعتقد إن إيموساما موجود من 900 سنة ويمكن أكثر، وأعتقد كمان إن الجرسي أتباعه برضو موجودين من 900 سنة. وتحليلي زمان كان إنه إيموساما عنده فاكهة الخلود، وعن طريقها يقدر يمنح الخلود لأي شخص يبغى، ومنح الخلود للجرسي ولنفسه من قبل 900 سنة، هي 800 أو 900 سنة أو من زمان، يعني من قبل مشكلتهم مع المملكة الهائلة أو المملكة المزدهرة. وإن ما كان إيموساما عنده فاكهة الخلود، فربما الكلام ذا شاركناه أنا ومجد العامر في آخر بث جلست معاهم، ربما استخدم فاكهة لاو زمان وأعطى لنفسه الخلود وكرر العملية وأعطى الخلود للجيروسي أتباعه، لأنه كلنا نعرف أنه فاكهة لاو برضو فاكهة مرة مهمة، وحاولت حكومة العالم دفنها مع فاكهة نيكا، مش دفنها يعني الاحتفاظ فيها، ولكن تأبى النبوة إلا أن تتحقق لا محالة. أنا عندي نظرية تعيسة يا جماعة ممكن تكرهوني بسببها، لو صارت صح يعني بشاركها معاكم. لاو يا جماعة يوما ما راح يعطي لوفي الخلود ويموت هو. ليش؟ لأنه هذا هو دوره في النبوة. لا تحط ديسلايك تكفى، خليني أهبد. نظرية غير مرجحة يعني صراحة، ولا عندي شيء أدعم فيه هذه النظرية إلى الآن، ولكن حبيت أرميها لأنه ممكن يطلع شيء يدعمها مستقبلا. أما بالنسبة لسابو، إيش شاف سابو في ماريجوا؟ كتابة الفصل والفصول السابقة تقول إنه شاف شيء، والشيء هذا داخل قاعة العرش الفارغ. السياق يقول إنه سابو شاف إيموساما جالس على العرش، هو ما قالها بس إنه السياق يقول كذا، وهذا بحد ذاته أصلا صدمة كبيرة لسابو للعالم أجمع، لأنه العرش الفارغ اسمه عرش فارغ، ويفترض إنه فارغ من 800 سنة، ولكن وجود شخص يجلس على العرش الفارغ كان بمثابة صدمة كبيرة لسابو. احنا ما راح نستوعب الصدمة لاننا عارفين من ايام الريفري عن موضوع العرش الفارغ، ولكن لكم ان تتخيلوا لو انه سابو قال المعلومة هذه لدراغون وإيفانكوف، يا جماعة العرش الفارغ مش فارغ وفي واحد جالس عليه، بتكون صدمة مرة كبيرة لهم، صح ولا لا؟ وعلى اثر كلام سابو هذا لدراغون وإيفانكوف راح تتضح أمور كثيرة وحوارات كثيرة مستقبلا. طبعا إيش صار بعد ما سابو شاف إيموساما وهرب، وكيف وصل للولوشيا؟ الموضوع ملغوص، ولكن الريفري بشكل عام صارت فيه مصائب كثيرة، فيفي وأبوها، كوما وسابو، أشياء كثيرة ثانية صارت، وكل هالحاجات يفترض إنها برضو راح تتضح معانا مستقبلا. هذا علمي يا جماعة وسلامتكم. أول انطباع ما أدري كم مدته بتكون، بس أتمنى إني إيش يعني أكون قدمت حاجة كويسة. لكن الفيديو لو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعوني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كل الأشياء دي موجودة في صندوق الوصف. كان معاكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.